الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم أفضل صلواتك وتسليماتك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحابته. اللهم أعلي على جميع الدرجات درجته، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شهران كاملان ونحن نتحدث عن حديث الصحابة رضوان الله عليهم عن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولنا مقصود، وهذا المقصود هو أننا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عندنا أعز ولا أكرم مما ورثناه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فما ورثناه عنه أمانة، وهذه الأمانة تحفظ وتصان، ولا يوجد أحرص عليها من أمته صلى الله عليه وسلم. من يحفظ الدين إن لم تحفظه الأمة؟ من يحييه في حياته إن لم تحييه الأمة؟ من يحمله إلى الناس إن لم تحمله الأمة؟ وهذا كان المقصود، أن نترجم نحن هذه المواصفات التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقل الصحابة عن رسول الله دين، ونحن الأمناء يا إخواني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من المسؤول على أن يسير أهلي على صراط الله سبحانه وتعالى؟ أليس أنا؟ من المسؤول على أن يسير جيراني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أنا؟ من المسؤول على أن يسير كل من له علاقة مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أنا؟ من يبلغ الناس نور الله سبحانه وتعالى؟ أم خلق النور لنا خاصة؟ وذلك يا إخواني كان مقصودنا أن نصبح ترجمة عملية لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان سلف الأمة. كان يسلم أحدهم فيسلم بإسلامه الأهل والعشيرة، ولا تفلح هذه الأمة إلا أن تصبح كما أمرت، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا تفلح هذه الأمة إلا أن تلزم ما أوجب عليها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، مش بهورة، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فينبغي أن تصبح هذه الرسالة هي رسالة يومية لنا، كم معروفا أظهرت، كم معروفا أعلنت، وكم منكرا تركت. هذه أبسط القواعد. ثم كم معروفا دللت الناس عليه، وهذا ما قاله رسول الله الدال على الخير كفاعل. نختم هذه السلسلة التي عشناها بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يهدم نمطية في عيشنا ونمطية في حياتنا. نحن نرى الشر ونعظم الخطر، ورسول الله كان له منهجية أخرى في حياته، كان يرى الخير وينشره.
وهذا ما حكاه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، هذا ما يحبه رسول الله من أنواع الكلام، من أنواع المجالس، من أنواع الحديث، من التعليقات. كان رسول الله يحب الفأل الحسن، وسألوا رسول الله عن الفأل، يا رسول الله ما هو الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. هذه هي المنهجية التي كان يجيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يترك حدثا أو شيئا يلقي بظلال اليأس أو يلقي بظلال الظلم أو يلقي بظلال القنوط إلا ويتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في الأمور العادية يأتيه رجل ويقول له: ما اسمك؟ يقول له: أنا زيد الخير الخيل. زيد الخيل؟ قال له: لا، أنت زيد الخير. وهكذا يتغير اسم الرجل، ما بيمسك الرجل ترياءه على اسمه، لكنه يحول صفحة الرجل ويسميه اسما آخر، بدل أن يكون خيالا يكون خيالا في الخير. وتأتيه من تقول له: أنا جثامة، فيقول لها: أنت حسانة. ويأتيه عبد العزة المزني، فيقول له: أنت عبد الله ذي البجاذين. هذه طريقة كان يسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أبسط هذه الأمور، يغيرها. وحتى الأحداث التي تلقي بظلالها على الناس وتترك أثرا في الناس، كل أحاديث الفتح يا إخواني التي تنبأ بها رسول الله سيقت ورسول الله مبتلى. قيلت: والمسلمون أضعف ما يكون. يجتمع الأهل والعشيرة، أهل مكة كانوا أهل النبي، ويتسابقوا في إيذائه صلى الله عليه وسلم، حتى وصل بأحدهم السفة أن يلقي على رأسه وهو ساجد سلى جذور. أمعاء ليس شاه أجلكم الله، جذور، إبل، جمل. وإذ بأحد بنات النبي صلى الله عليه وسلم ترى أباها وهو على هذه الصورة، تألم رسول الله لألم ابنته. هو كان لا يؤلمه ما يناله في سبيل الله، بل كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولكنه حينما رفع رأسه من الموضع الذي كان فيه ورأى دموع ابنته رق لها وقال: تبكي يا بنيتي؟ الله هيوريك شو هيعمل فيهم. أبدا، قال لها: لا، إن الله ناصر أباك وجاعل لما ترين فرجا ومخرجا. نريد أن ننظر لكل ما ألقي على ظهر الأمة وكاهل الأمة من بلايا ورزايا ومن تسلط الأقربين والأبعدين، ونقل من دواخلنا هذه الكلمة التي علمها رسول الله لابنته: إن الله ناصر هذا الدين وجاعل لما ترون فرجا ومخرجا. هل نستطيع أن نقول هذا الكلام؟ أن نظل نردد المؤامرات والخيارات؟ المسلم لا يقول إلا هذا الكلام. ثم وهو في الغار فعل رسول الله كل جهده
ألا يرى طريقه وألا يرى مكانه وألا يعلم أين هو، لم يترك سببا. فخرج من بيته في وقت لا يخرج فيه ولا يسار فيه، وخرج من بيت صديقه أبو بكر من الباب الخلفي وقت الظهيرة، وقت لا يسار فيه، وكانت المدينة في اتجاه، فخرج في عكس اتجاه المدينة، واستمر لا يسير في مكان مرتفع في الغار، في غار ثور، 3 أيام منقطع. ما يفعله رسول الله أكثر من ذلك؟ وكان جالسا يأتيه الطعام ويأتيه الأخبار. ووصل الكفار إلى الغار، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الحديث الذي يدور في نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الدرس يا إخواني، ما الحديث الذي يدور في أذهاننا ونحن أمة مبتلاة، أمة تسلط عليها أعداؤها؟ قال سيدنا رسول الله لصاحبه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هل تظنون يا إخواني أن الله لا يرى ما يحدث؟ حاشا، لا يعلم المؤامرات والمكر. هذا ما قاله القرآن الكريم لنفيق، لننتبه، لنبدل هذه النظرة وهذه الأحاسيس وهذه المشاعر وهذه الطريقة في الكلام والرصد. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون؟ من الذي يمكر في الأرض؟ ليست القوى العالمية، إنه الله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجاهم، بلى نسمع ورسلنا لديهم يكتبون. وفي الأحزاب كلام قريب من هذا الكلام. وصل الضيق بالمسلمين أنهم، وصل حالهم إلى ما حكاه القرآن: بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. القلب وين؟ في الصدر هناك؟ لا، القلب كان هون. من الألم، من الأذى، من الابتلاء الذي كان موجود، 10,000 يحيطون بالمدينة، وخان اليهود في الأسفل، ما المصير؟ وفي هذا الضيق النبي يبشرهم بفتح اليمن وفتح العراق. وهذا هو الحديث الذي يجيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، كان رسول الله يحب الفأل الحسن، ولم يكن هذا منهج النبي وحده، بل كان منهج الأنبياء جميعا، كان منهج النبوة ومنهج أصحاب الرسالة. وأصبح هذا فريضة على الأمة. فقال رسول الله: رحم الله رجلا أنمى خيرا. ما معنى أنمى خيرا؟ أشاع الخير، كلما تستمع إليه تستمع إلى حديث الخير. وقال: تفاءلوا بالخير تجدوه. تفاءل أنت وكل حديث حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تجد هذا حسن الظن. وقال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. للكون مدبر واحد وهو الله سبحانه وتعالى، هل يعجزه شيء؟ فيا من ضعفت نفسه، الله هو الذي يهدي إلى سواء السبيل. قل: يا رب اهدني. ويا من ضاقت وتعسرت أموره، تفريجها بالله سبحانه وتعالى، قل: يا رب اعطني. ويا من ابتلي بالأذى والمرض،
قل يا رب اصفح عني. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك الرحمات وبيده مفاتيح الخزائن، والذي يعيش بعيدا عن آماله وطموحاته، بينك وبين آمالك وطموحاتك كلمة واحدة أن تقول يا رب. أن ندعو وكلنا يقين، فكل دعوة يقول فيها الإنسان يا رب الله سبحانه وتعالى يستجيب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هل أمانينا مستحيلة كاستحالة الولد لزكريا عليه السلام؟ هل نحن في ضيق وهم وغم كهم وغم يونس الذي في قلب بطن الحوت في قلب المحيط؟ يا إخواني علينا أن نظن بالله خيرا، وهذا ما قاله في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك ورسولك. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك التقى، اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، ولا تجعل عيشنا كدا، وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى، وأهلك من بغى علينا واعتدى، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم يا من بيده كل شيء وإليه مرجع كل شيء، اللهم اصطفينا واجتبينا لدينك خير اصطفاء واجتباء، اللهم اصطفينا واجتبينا لدينك خير اصطفاء واجتباء، ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. خذ بأيدينا ونواصينا إلى الحق الذي ارتضيته لنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه، وآونا إلى رحمتك يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح أهلينا، اللهم أقر أعيننا بصلاح بيوتنا، اللهم أقر أعيننا بصلاح مجتمعاتنا، اللهم أقر أعيننا بعز الإسلام ونصر المسلمين، اللهم أقر أعيننا بعز الإسلام ونصر المسلمين. اللهم اجعل راية الإسلام عالية خفاقة في ربوع الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، ارفع عنا الضر، واغننا من الفقر. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.